تقريبا كده يعني احنا بنتكلم ان عدى اسبوع على عرض مسلسلات رمضان، يعني احنا خلصنا تقريبا ربع هذا الشهر الكريم. تقريبا برضو خلاص بقى كل واحد فينا عنده قيمة بالمسلسلات اللي بيتابعها بشكل يومي، وخصوصا ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت السنة دي تنوع كبير جدا في الأفكار والأعمال الدرامية. وحط تحت كلمة تنوع 1000 خط، لأن التنوع هو العنوان الرئيسي للخلطة الدرامية اللي قدمتها الشركة المتحدة على مائدة الأسرة المصرية. يعني عندنا على سبيل المثال مسلسلات تاريخية طبعا، وتصدرهم مسلسل الحشاشين، عندنا مسلسلات كوميدية وفيهم الكبير أو الجزء السابع وبابا جه بتاع أكرم حسني، عندنا دراما شعبية زي المعلم وبنت الرفاعي، عندنا أكشن زي حق عرب، عندنا دراما اجتماعية وأعتقد أن هي الأفضل على الإطلاق أو يعني واخدة نصيب الأسد من المشاهدة، مسار إجباري مسلسل ممتاز، كامل العدد بلس إمبراطورية ميم، ومسلسلات الأطفال اللي كنا مشتاقين من فترة طويلة جدا أن احنا يبقى عندنا يعني تنوع فيها، عندنا أنيميشن وعندنا كرتون، يحيى وكنوز، نور كوكب السعيد، سر المسجد. معنى آخر عندنا تنوع يا منى، عندنا عدد كبير جدا من المسلسلات ترضي كل الأذواق. كل الأذواق هتلاقي اللي هي عايزاه، لكن في مسلسلات نقدر نقول كده لما بنقابل ناس على الفطار، لما بنسكرول كده على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة أو على المنصات المختلفة، بنلاقي إن في مسلسلات ليها نصيب كبير جدا من المتابعة، سواء على قنوات الشركة المتحدة أو على منصة واتشت. المسلسلات دي محققة جماهيرية كبيرة جدا، نقدر نقول ان في مشاهد من المسلسلات دي قدرت فعلا انها تتصدر الترند اكتر من مرة في الاسبوع الاول. عندك مسلسل زي مسلسل الحشاشين بيعرض قصة حسن الصباح وقيادته للفرقة اللي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية. طبعا لا جدال النجم كريم عبد العزيز عامل اداء هايل في تقديمه لشخصية حسن الصباح. فتحي عبد الوهاب في شخصية نظام الملك رهيب، يعني حاجة رهيبة، هو بس الطلة يعني بيفرق بشكل رهيب في المشهد كله. المسلسل كله بيقدم صورة فنية مبهرة، انتاج ضخم، اخراج مميز، ديكورات، حاجة رهيبة. يعني المخرج بيتر ميمي حقيقي عامل شغل فوق الخيال، وعبد الرحيم كمال طبعا. طيب يعني لا جدال لا جدال طبعا. عايز اقول لك برضو ان في مسلسل اللي هو مسلسل حق عرب للفنان احمد العوضي، مسلسل ده عامل مشاهدة كويسة جدا، واللي يعني داخل فيه بند الدراما الشعبية أو دراما الشارع المصري أو الحارة المصرية أو دراما الأكشن. عندنا مسلسل زي عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وزي ما قلت في المقدمة المسلسلات الاجتماعية ربما ليها نصيب الأسد من المشاهدة اللي هي أعتقد الأقرب لقلب الأسرة المصرية. مسلسل كامل العدد بلس، وده الجزء الثاني منه اللي بيحكي يعني حكاية جميلة جدا عن ازاي يعني اب وام يعني ظروف الحياه خلتهم يتجوزوا اكتر من مره، لكن قدروا ان هم يتغلبوا على كل هذه الاشياء. مسار اجباري، وده مفاجاه السنه دي. انا كنت متخيله انه هيبقى مسلسل لايت وخفيف وكوميديا، يعني مجرد لما شفت الافيش تخيلت انها هتبقى حاجه شبابيه كده لطيف. المسلسل حلو حلاوه جدا جدا. عصام عمر واحمد داشو بيتكلم ان احنا يعني شباب صغير، اتخضيت يعني زي ما هم يعني اتخضوا في المسلسل، كلنا واحنا بنتابع حاسين انه ايه ده، لا احنا ما كانش الاتفاق على كده. ده حقيقي جدا، يعني هو زي ما انت قلتي مسار اجباري هو فعلا يعني مختلف عن الباقيين، لان الحبكه او الدراما اللي فيه ان يعني اتنين ما كانوش يعرفوا ان هم اخوات لوقت طويل جدا، وعرفوا ان هم اخوات في اخر وقت من وفاه ابوهم، وان ده بقى مسار اجباري بالنسبه للاتنين دول. واحد عنده عربيه اكل بسيطه والتاني يعني خلاص هيبقى محامي كبير. فالخلطه دي مش جميله، بس بتوري عدد كبير من الطلاق. طبعا مش هنتكلم عن بابا جي وهنتكلم عن الكبير اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير، واحنا اعتقد يعني متميزين في مصر بدراما الكوميديا اللي هي يعني دايما بتاخد نصيب الاسد ايضا من المشاهد. النهارده هيكون معانا فقره عن دراما رمضان في الاسبوع الاول وارتباط الناس بالتنوع اللي قدمته الشركه المتحده السنه دي في كل الاعمال اللي بتعرض في الشهر الكريم. جهز الليستة بتاعتك من المسلسلات وشوف هنتناقش فيها في مسلسلاتك المفضله النهارده ولا لا. هنكون موجودين معاكم على مدار الحلقه. مره تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.